طيب من ضمن كمان اللقطات المهمه قوي اللي لازم نتكلم عنها يعني، وانت لما يكون عندك قائد للفريق بشخصيه محمد الشناوي فاطمن يعني، لازم تبقى مطمن سواء على المستوى الفني او المستوى القيادي داخل الملعب او خارجه يعني. في الحقيقه الراجل امبارح عمل لقطه انا بشوفها ممتازه جدا 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 وفي وقتها ومطلوبه قوي بعد ما المباراه خلصت امبارح. فيعني اعلام النادي الاهلي طبيعي جدا يعني، بنخش سافرنا كتير وشفنا لما الاهلي بيكسب بنخش مع الفرقه نشوف اجواء السعاده بعد الانتصار، انتصار لما يكون غالي كمان زي ده. لكن الشناوي بحسه القيادي تصرف تلقائي جدا من تلقاء نفسه، قال يا جماعه بعد اذنكم احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ما صعدناش، احنا كسبنا بس ماتش فنخرج، لسه احنا ما بنحتفلش، الامور بالنسبه لنا عاديه خالص يعني. حتى انت تلاحظ امبارح لما محمد شريف حتى جاب الجون، محمد شريف الواحد مبسوط بيه قوي بصراحه يعني. لما جاب الجون امبارح احتفال عادي طبيعي، مش احتفال فيه مبالغه شويه ان احنا جبنا جون في رادس مع الترجي مش عارف ايه، لا احتفال فيه كده رزينه، فيه هدوء، فيه تقل يتناسب مع اسم النادي الاهلي يعني. فتصرف الشناوي لو ريت نعرض يا جماعه اللقطات يعني، تصرف الشناوي كان ممتاز جدا في ان هو اتكلم مع الناس، اهي اللقطات اهي، دي كاميرا قناه النادي الاهلي بعد المباراه لرصد الاجواء اللي بتتعلق باحتفال اللعيبه او سعاده اللعيبه، مش عايز اقول احتفال لان الاحتفال ده بيبقى بالبطوله ودي ثقافه الاهلي وجمهوره. الشناوي ثقافته استمدها من اهو زي ما انتم شايفين كده بعد اذنكم يا جماعه يلا، ثقافته يعني اكتسبها من جمهور النادي الاهلي بما انه اهلاوي، بما انه واحد عارف عقليه وثقافه جمهور النادي الاهلي، انا اتعامل مع الموقف ازاي، انا اصلا منتظر ايه، انا اهدافي ايه كلاعب في النادي الاهلي وكمشجع للنادي الاهلي. الثقافه اللي عند جمهور النادي الاهلي ان احنا ما حققناش حاجه، وده سر نجاح الاهلي، ده سر تفوق النادي الاهلي على اي نادي تاني، وده اللي مخلي الاهلي في حته تانيه خالص بمسافه عن اقرب منافسيه في القاره كلها بالمناسبه، مش بتكلم مثلا في مصر بس. فهي دي العقليه المطلوبه وهي دي الثقافه المطلوبه اللي دايما موجوده عند جمهور النادي الاهلي. تعالوا نشوف لقطات تانيه اهي زي ما انتم شايفين كده، وهو بيطلب من اللعيبه او بيطلب عفوا يعني من اعلام النادي الاهلي سواء بيتمثل في المركز الاعلامي للنادي او حتى في قناه النادي، ان هو يا جماعه احنا مش بنحتفل، احنا ما حققناش حاجه، بعد اذنكم سيبونا نخلص عشان نمشي ونروح مصر، نروح على المطار ناخد طيارتنا كده ونروح عشان نبتدي الاستعداد لمباراه الاياب عشان نحسم باذن الله تعالى يوم السبت الجاي الصعود والتاهل للمباراه النهائيه. ناخد الامور واحده واحده، ما بنحتفلش قبل ما نحقق بطوله. فدي حاجه بصراحه ممتازه وحاجه يعني طبيعي ان انت تشوفها داخل النادي الاهلي، ومش هتشوفها في اي حته تانية غير من خلال لعيبه النادي الاهلي اللي عارفين كويس قوي ايه اللي مطلوب منهم وايه واجباتهم وايه الجمهور الاهلي بيبقى منتظره دايما وعايزه عشان يفرح، وهم كمان يفرحوا طبعا. هم يستحقوا كل الإشادة والدعم، لكن منتظرين منهم بإذن الله تعالى البطولة إن شاء الله.